أكثر من 800 شخص ضحايا إرهاب الطرقات خلال أشهر. عناصر الدرك الوطني تستنفر لوقف النزيف وتخفيف الخسائر البشرية والمادية المسجلة عبر التقرب وتحصيص المتسبب الأول في هذه الحوادث، العامل البشري. مواصلة الحملة التحسيسية المنظمة من طرف قيادة الدرك الوطني منذ تاريخ 25 جويلية 2018 تحت شعار معا لصيف بدون حوادث، وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ولما تعرفه شبكة الطرقات من حركة كثيفة، سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر برنامج خاص للقيام بحملة تحسيسية لمجابهة هذه الظاهرة. تتضمن هذه المطويات توجيهات بخصوص قواعد السياقة السليمة، حيث حاول عناصر الدرك وضع مستعملي الطريق في صورة النتائج السلبية الناجمة عن الإفراط في السرعة وعدم احترام قوانين السلامة على مستوى الحواجز الثابتة التي تتخذ من خلالها يوميا إجراءات ردعية في حق السائقين. صافي بليزير هكذايا باش تنقص من السرعه، انا 80 ما نفوتهاش، والله ما نفوت 80، ويعني وان شاء الله نتمنى الناس هذوك ملي يكونوا كيما انايا ولا يكونوا احسن مني. صيف دون حوادث وباقل الاضرار، حمله تجندت لها قياده الدرك الوطني الى جانب الشركاء الفاعلين في الميدان على مدار شهر من الزمن، بالنظر الى الارقام المخيفه التي تسجلها طرقات الجزائر في عدد الضحايا. تحتل الجزائر الصدارة عربيا والمراتب الأولى عالميا في حوادث المرور، هو واقع تسهر الحكومة على تغييره من خلال مضاعفة العمل الوقائي والتوعوي إلى جانب الإجراءات الردعية. أمينة مدودة الغد، الجزائر.